السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عرب فيبينج. اليوم وصلني يا جماعة الخير جهاز الـ VT250 DNA من شركة اتش سيجار. الجهاز يا جماعة الخير يحمل شريحة الـ DNA الأمريكية اللي هي 250 وات. طبعا الباكج أول ما يوصلك بهذه الصورة. أول ما تلف تحصل اتش سيجار، وبعدين سكراتش مي. أول ما تمسح يطلع لك الرقم، تدخل على اتشسيجار.com وتتأكد إذا كان المنتج أصلي أو لا. أول ما تفتح الباكج يوصلك المانيوال مع الورنتي، كيبل يو اس بي عالي الجودة، وأخيرا وليس آخرا الجهاز اللي تشوفونه في الصورة VT250 DNA. الجهاز اول ما تشوفه يعني بعضهم يقول نفس ماكينه الحلاقه، تصميم صراحه في بعضهم يقول ممتاز جدا ورائع وخلاب، وفي بعضهم ما بيعجبه، فالناس اذواق سبحان الله. لكن انا للامانه الجهاز شكليا عجبني جدا. طبعا في الاعلان نفس ما تلاحظون حاطين لك صفيحه اللي هي 510، تقدر تركب حتى 25 ملم بدون ادنى مشكله. طبعا الجهاز نفس ما تلاحظون في الصورة مكون من الألمنيوم والزنك ألوي. طبعا زرار التشغيل والشاشة الناقص والموجب، بالإضافة إلى فتحة اليو اس بي. طبعا في الخلف حاطين لك نفس اللذر، أتوقع أنه لذر أصلي لأن حاطينه نفس الخياط أو شيء من القبيل. المهم ملمسه جدا رائع. في الأسفل حاطين لك الفنت هول، تبريد من الأطراف. نفس ما شرحنا في الفيديو السابق فندر 250، وقلت ان هذا الجهاز يعتبر الاصغر اللي يحمل شريحة الـ DNA 250. نطلع عالم وقالوا لا، في الـ VTC او الـ HCGAR عاملين جهاز يمكن يكون اصغر. لا، الحين انا حاط مقارنة بين الجهازين، اللي تلاحظون الجهازين تقريبا يعني يبين ان هذا اصغر في المسكة، وفي الارتفاع اكيد بيكون اصغر. لكن كشكليا ويعني وسهوله في المسكه ايضا هذا ممتاز جدا، وسبحان الله الناس اذواق. سرعه 2 امب يعني سريع جدا في شحن البطاريات. طبعا الجهاز بيحمل 3 بطاريات، قلنا قاعده ال 510 تتحمل 25، وطبعا انا بركب خزان ال او بي اس انجن نانو. نفس ما تلاحظون ركب بدون ادنى مشكله. طبعا حط لك السيجار حفر، نفس ما تلاحظون الجانب الاخر لا يوجد. حط لك حفره ايضا عشان تفتح غلاف البطاريه. طبعا بيكون نفس ما تقولون في البدايه بتكون سهوله، طبعا احيانا ما احتاج هذه الحفره بس امسك، بس اذا ما كان يعني نفس ما تقولون صبعي قاعد يتزحلق بسبب السائل الموجود فبأضطر اني اروح لهذه الحفرات وافتح. يطلع لك الخانات الشهيرة اللي تلاحظونها، ال3 بطاريات. طبعا السبرينج بيكون السالب والثابت بيكون الموجب، وتلاحظون حاط لك علامة الموجب وحاط لك علامة السالب، السالب موجب موجب، وهنا حاط لك السالب. دائما عند السبرينج يكون السالب. طبعا مو بحط لك شريط مثلا عشان تشيل البطاريات او شيء، بس حط لك نفس هذه الحفره اذا مثلا البطاريه مثلا علقت او شيء، تقدر تدخل صبعك او اي اداه وتشيلها بدون ادنى مشكله. طبعا تركيب البطاريات بيكون جدا سهل، على طول يشتغل عندك الجهاز VT250، وعلى طول يطلع لك نظام الوات، ونفس بالضبط ذا فندر بالضبط الشريحه هي نفسها. طبعا 5 ضربات تعمل لوك للجهاز، 1 2 3 4 5. تحاول تشغل مثلا اذا حاطه في جيبك او شيء. طبعا ضغطة الزرار بتكون سهلة جدا صراحة، كواليتي ممتاز للغاية، وبتضطر انك تضغط 5 ضربات متتالية، 1 2 3 4 5، وينفتح معاك تقدر تبيه بدون ادنى مشكلة. طبعا عشان تنتقل الى خاصية مثلا التحكم الحرارة، كل اللي عليك انك تضغط الناقص والموجب مع بعض، بعد ذلك تضغط للاعلى مثلا باور، بير هيت، ريلاكسد، هوت نيكل، بريست نيكل، عدة اسلاك اذا تعرف انواعها، مثلا ستاند ستيل 316، تيتانيوم او الباور، وتضغط على الزرار.
طبعا شريحة جدا بسيطة يا جماعة الخير، وسهلة الاستخدام وأداءها عالي جدا، ويعتبرها كثير من الفيبرية هي أفضل شريحة في العالم لحد هذه اللحظة، ومنافسة لشركة ييهي. طبعا الجهاز اختلاف الأذواق يا جماعة الخير، يعني نفس ما شرحنا، هذا هو ديفندر وهذا هو جهاز ال في تي 250 من اتش سي جارد. لك حرية الرأي صراحة، الجهاز قد يكون تصميمه فضائي أو نفس ماكينة الحلاقة أو اللي تحب، يعني الناس أذواق. وطبعا يا جماعة الخير، هذا جهاز اتش سي جارد في تي 250 دي ان اي، ونلاحظ شلون شكله مع خزان الاو بي اس انجن نانو، ونجرب ونقول بسم الله على درجة حرارة 55 وات. أكيد بيكون أداء عالي جدا بسبب أن الشريحة والتصميم أيضا رائع للغاية صراحة، لا يوجد اهتزاز في الأزرة، التصميم ممتاز، قد يكون أكبر شوي من باقي الأجهزة، لكن لين تمسكه تحس صراحة تحس بضخامة أو بفخامة اللي أنت حاب، لكن صراحة منظر الجهاز أنا بالنسبة لي رهيب جدا. لو تلاحظون الجهاز قاعد يشحن، هل أستطيع أني أذيب وأشحن في نفس الوقت على سرعة 2 أمب؟ نعم أستطيع، عبارة عن هذا الجهاز بينقذك إذا أنت مثلا على سفر أو على يعني في مهمة، أو أن البطارية تنفذت. كل اللي عليك أنك تشحن الجهاز وأنت في الرحلة أو في المكان اللي أنت فيه، وإن شاء الله يشحن البطاريات بأسرع وقت، بالإضافة أنك تستطيع أنك تفيب وتشحن في نفس الوقت. طبعا الجهاز الرهيب هذا اللي تشوفونه فيه منه لونين، اللون الأسود وأيضا هناك اللون الأزرق مع الرصاصي، لك حرية الاختيار. طبعا رابط الجير بس بحط لكم اسفل الفيديو رابط الاسود والازرق، واتمنى عند الطلب انك تقول لهم ان يغيروا لك وصف المنتج ويشحنون عن طريق الدي اتش ال او الفيدكس او الارامكس، وان شاء الله توصلك اغراضك بدون ادنى مشكله. اتمنى ان الجهاز يكون عندك وتعطيني رايك وما يخيب ظنك. وهذا كل شيء يا جماعه الخير، واسف على الاطاله، وكان معكم اخوكم عرب فيبنج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.